جامعة الفيوم بإنشاء مركز تواصل لطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة يقوم بتنظيم دورات تدريبية لهم لتنمية مهاراتهم بما يؤهلهم لسوق العمل. في إطار الجهود المبذولة من قبل الدولة للاهتمام بالفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة وتنمية مهاراتهم، قام الدكتور محمد سعيد أبو الغار القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم بتفقد مركز التواصل لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث شهد أعمال الدورة التدريبية لطلاب وخريجي كلية التربية النوعية من الصم وضعاف السمع بهدف تأهيلهم لسوق العمل. مركز تواصل يعني بداية ما بيخدمش فقط الطلاب الموجودين في الجامعة، ولكن أي حد بيطلب أي معونة أو أي تعاون معانا على مستوى محافظة الفيوم احنا طبعا بنساعده. المركز ده بيتميز كان مع جامعه كوفنتري بانجلترا، وموجود فيه كل الاجهزه التكنولوجيه الحديثه اللي بتساعد سواء طلاب الجامعه او الطلاب من خارج الجامعه سواء في المدارس. مركز تواصل لذوي الاحتياجات الخاصه بجامعه الفيوم يقدم خدماته التعليميه لكافه الطلاب من ذوي الاعاقات السمعيه والبصريه، حيث يتكون من قاعتين للتدريب مجهزه، وتم تدريب 482 طالب بالمركز بالمجان. طبعا أنا المركز له أهمية وله دورات كتيرة جدا، منها الحاجات اللي احنا شايفينها دلوقتي. طبعا القائمين من هذا المنطلق، من القائمين على المركز الأستاذ الدكتور سناء هارون، من الناس اللي هم مديرة المركز ومن الناس اللي أصلا لها نشاط بارز. إنشاء مركز تواصل لذوي الاحتياجات الخاصة بالفيوم جاء من خلال مشروع تعاون دولي بين جامعة الفيوم والاتحاد الأوروبي، كما وقع المركز مع محافظة الفيوم بروتوكول تعاون لتقديم الدورات التدريبية للغة الإشارة للموظفين من مختلف الهيئات التي تخدم المواطنين من ذوي الإعاقة. في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى